من والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. قيل هذه من كلام المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى، قيل ولم يفتهما إلا القليل. صاحب هذا القول الحافظ أبو عبد الله ابن الأخرم محمد بن يعقوب ابن يوسف، وله مصنف على الصحيحين. قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم: ولم يفتهما، أي الصحيحين، إلا القليل، أي لم يفتهما من الصحيح إلا القليل، يعني أكثر الأحاديث الصحيحة قد ذكروها في كتابيهما، أو قد ذكراها في كتابيهما. وأنكر هذا، يا طبعا الإيه في الأصل اللي هي قول المصنف، وأنكر هذا، ولكن الحافظ السيوطي جعلها على إيه البناء للمعلوم حتى يلحقها بقوله: وأنكر هذا القول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي عنه. يعني قال البخاري بقى ماذا قال؟ قال: وما تركت من الصحاح أكثر، يعني ما أودعته في الصحيح هو من القليل الذي أحفظه وأعرفه، وما تركت من الصحيح أكثر من هذا بكثير. إذن يبقى قول الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم ولم يفتهما إلا القليل كلام فيه نظر. ليه؟ لأنه بيرد قول البخاري نفسه. قول البخاري نفسه بيقول أنه ترك من الصحيح الكثير الذي لم يودعه في كتابه الصحيح. قال ابن الصلاح: والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، أي مما فات البخاري ومسلم، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. طبعا هو كتاب المستدرك للإمام الحاكم، هذا الكتاب أراد به الحاكم رحمه الله تعالى أن يأتي بالأحاديث التي هي على شرط البخاري ومسلم ولم يذكراها في كتابيهما، حديث في نظره أنها فاتت البخاري ومسلم ولم يذكراها في الصحيح وهي على شرطهما، فأراد أن يجمعها في كتابه. طبعا هنا الحافظ السيوطي بيقول ايه، او ابن الصلاح بيقول: وان يكن عليه في بعضه مقال. ليه؟ لان كثير من الائمه وصف الامام الحاكم بالتساهل في التصحيح، يتساهل في تصحيح الاحاديث، حتى بالغ بعضهم وقال: اني لم اجد في كتابه حديثا واحدا على شرط الصحيح. ولكن هذا فيه ايه؟ غلو، وفيه مبالغة. مسألة شرط الصحيح، كثير من الناس بيظن إن الحاكم مراده بشرط الصحيح أن يأتي بحديث فيه إسناد، هذا الإسناد هو موجود بعينه في البخاري أو مسلم، ولكن بمتن أو بحديث مختلف.
وهذا ليس بصحيح. ليه؟ لأنه الحاكم نفسه قال في مقدمة كتابه أني آتي بالأحاديث التي رجالها أو استشهد أو احتج البخاري ومسلم بمثلهم في صحيحيهما. واضح النقطة دي؟ يعني إيه؟ رجل من الرواة حتى وإن لم يحتج به البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم احتج بمثله، بمثل هذا الراوي، فيأتي الحاكم بحديثه. يبقى مش لازم ان يكون الرواة نفسهم هم دول اللي موجودين في البخاري ومسلم. طبعا ابن الصلاح وابن دقيق العيد والإمام الذهبي وغيرهم عندما يعترض أو ينتقد حديث أورده الحاكم في مستدركه يقول: وهذا الحديث فيه فلان ولم يحتج به البخاري ومسلم، أو لم يحتج به البخاري. هو نفسه الحاكم ما قالش كده، ما قال، لم يقل أن هذا الراوي لابد أن يكون موجود في البخاري ومسلم، بل قال أن هذا قد احتج البخاري ومسلم بمثله، بأمثال هذا الرجل. وهذا قاله الحافظ العراقي، كأنهم غفلوا عن شرط الحاكم في كتابه. واضحة النقطة دي؟ نعم؟ حد مش فاهم حاجة؟ في حد مستغلق عليه النقطة دي؟ طيب، الحاجة التانية إن الأحاديث التي وجدوها على شرط الصحيح تبلغ نحو من ثلث الكتاب، تبلغ نحو من ثلث الكتاب، والباقي ليس على شرط الصحيح، أو ليس على الشرط الذي وضعه الحاكم نفسه في المقدمة، في مقدمة المستدرك. الحافظ ابن حجر يقول أنه وضع الكتاب وأراد تحريره وتهذيبه، ولكن وافته المنية قبل أن يستكمل تحرير الكتاب، فلذلك ثلثي الكتاب أتى أو أتي فيه بأحاديث ضعيفة، بل وجد فيه الموضوع أيضا، وجد فيه الحديث الموضوع. وبعضهم قال إن هو صنفه في آخر عمره، أو صنف بعضه أو آخره في آخر عمره، وكان ربما يعني تغير حاله ولم تسعفه الذاكرة. ولكن ما قاله الحافظ هو يعني أوجه، أنه لم يتيسر له تحرير الكتاب ووافته المنية قبل أن يستكمل تهذيب وتحرير الكتاب. فإنه يصفو له منه صحيح كثير، نقول حوالي ثلث الكتاب. قال المصنف زيادة عليه، يعني النووي يقول زيادة على ابن الصلاح: والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير. الأصول الخمسة اللي هم الصحيحين، البخاري ومسلم يعني، وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني الخمسة دول لم يفت هؤلاء الخمسة إلا اليسير من الحديث الصحيح.
ده كلام مين؟ الإمام النووي. قال العراقي في هذا الكلام نظر. إيه الكلام بقى اللي فيه نظر؟ اللي هو كلام الإمام النووي أنه لم يفت الأصول الخمسة من الصحيح إلا اليسير. حافظ العراقي بيقول هذا الكلام فيه نظر لقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. يبقى إذن الأحاديث الصحيحة كام؟ 100,000. طب هل اللي في البخاري ومسلم والكتب أو الكتب الخمسة يعني، هل عدد الأحاديث التي فيها 100,000؟ لا خالص، ولا حتى ربع هذا الرقم. طب هو الواحد يسأل يقول إيه، طب هو البخاري حافظ 200,000 حديث غير صحيح ليه؟ يعني ماشي، هو حافظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، طب وحافظ الأحاديث الغير صحيحة ليه؟ يعني جاوبنا على السؤال ده في تقريبا الحلقة أو المحاضرة الماضية أو قبل الماضية. حد فاكر؟ نعم صحيح، ليميز بين السقيم والصحيح، حتى إذا سئل أو تعرض لحديث من هذه فإنه يستطيع أن يميز بينه وبين الصحيح. طبعا وإحنا ذكرنا في شرحنا لنزهة النظر عندما دخل الإمام البخاري بغداد وأرادوا أن يمتحنوه، فجاءوا له 100 حديث يضع إسناد هذا لمتن هذا وإسناد هذا لمتن هذا، يعني إيه، شالوا المتون ووضعوها للإيه، لأسانيد أخرى. فجلس الإمام البخاري حتى يسأله الناس أو العلماء، فكلما يسألوه عن حديث يقول لا أعلمه، حتى سألوه 100 حديث وهو يقول لا أعلمه. طبعا الناس اللي هم ايه، يعني العوام الذين لا يدركون هذا الامر، قالوا ايش هذا الشيخ، كل ما يسأل عن حديث يقول لا اعلمه، يبقى شيخ ازاي ده، كيف يكون شيخ 100 حديث ما يعلمش حديث واحد، كيف هذا؟ وهم يعني تقريبا في الحديث 90 كده، هما بيسألوه بعد ما سألوه 90 مثلا، فأدركوا أنه فهم هذا الايه، يعني هذه الخدعة. وبعد ان اتموا 100 اتى الى كل واحد وقال له اما هذا الحديث فاسناده كذا ومتنه كذا، وهذا الحديث اسناده كذا ومتنه كذا، الى ان اتى على 100 فاذعنوا له بالفضل وبالعلم. فإذا هذا ليس بمستبعد على الإمام البخاري أن يحفظ 100,000 حديث، لكن بعض العلماء فسر هذا القول للإمام البخاري إيه؟ بقوله أنه يحفظ 100,000 حديث بإسنادها ولو كان المتن مكررا، يعني ربما يكون المتن له أكثر من سند، سندين، 3، 4، فهو يعد كل واحد من هذه حديثا، كل سند على حدة حديث. وإحنا قلنا المرة الفائتة أنه أورد حديث بريرة وقصة عتقها من عائشة رضي الله عنها أورده في 20 موضعا من الصحيح،
أورد هذا الحديث في 20 موضع، وهو حديث واحد، هو حديث بريرة. فإذا البخاري يعتبر حديث بريرة هذا بال20 سند كأنه 20 حديث، يبقى كأنه 20 حديث. فقالوا يبقى المراد بأحفظ 100,000 حديث أي 100,000 سند، ليس 100,000 متن. قال: ولعل البخاري، طبعا اللي بيقول كده الحافظ العراقي، ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات، فربما عد الحديث المروي بإسنادين حديثين. أهو زاد ابن جماعة في المنهل، منهل الروي، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث، في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة، أو أراد المبالغة في الكثرة. يعني إيه أراد المبالغة في الكثرة؟ يعني أنت مثلا تكون حافظ مثلا إيه حوالي 100 حديث، فيأتي واحد ويقول لك أنت تحفظ كده، أقول له لا أنا حافظ كتير، ده أنا حافظ حوالي 1,000 حديث وهم 100 مثلا. فأنت عايز تقول له إن أنا حافظ كتير، يعني أحفظ كثيرا من الأحاديث. فابن جماعة بيقول لك: أو أراد المبالغة في الكثرة، يعني هو يحفظ كثيرا. قال: والأول أولى. إيه الأول؟ إنه يعد الإسناد حديثا ويؤيد أن هذا هو المراد، أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء، أجزاء الحديثية يعني وغيرها، لما بلغت 100,000 بلا تكرار. لما بلغت 100,000 بلا إيه؟ تكرار. قلنا تكرار إيه؟ تتقال بكسر التاء ولا فتحها؟ كلاهما يجوز؟ لا، قلنا ما هو على وزن ايه تفعال يكون بفتح التاء الا في كلمتين: تلقاء وتبيان. اما ما كان على هذا الوزن غير هاتين الكلمتين فهو بفتح التاء، تفعال، كل ما كان على وزن تفعال فهو بفتح التاء، الا تبيان وتلقاء. فلما توجه تلقاء مدين، والآية الثانية إيه؟ تبيانا لكل شيء. فيبقى هما الكلمتين دول بس فقط اللي هما إيه؟ بكسر التاء، أما غير ذلك فتقول إيه؟ بفتحة: تكرار، ترحال، وهكذا. بل ولا 50,000، ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعا. ما فات الأمة إيه؟ عندكم إيه؟ جميعه. فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة، يعني هو حافظ الكلام ده عن طريق إيه؟ مشايخه اللي التقى بهم وأخذ عنهم. وهؤلاء المشايخ لم يحدثوا البخاري فقط، بل حدثوا غيره كثير. يبقى إذن إيه المراد بقول البخاري أحفظ 100,000 حديث أي 100,000 إسناد. وقال ابن الجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه، غير أن جماعة
بالغوا في تتبعها وإيه وحصرها. وحصروها. عندكم كده وحصروها. وحصرها. لا هو الأولى وحصرها. الأولى وحصرها. لأنه لم يحصرها أحد. إيه؟ وحصرها هي وحصرها. قال الإمام أحمد، طبعا الكلام ده هنتكلم عليه دلوقتي أهو. قال الإمام أحمد: صح 700,000 وكسر. يبقى برضو إيه اللي هو المكرر، اللي هو الإسناد، ليس المراد المتن. يعني صح 700,000 وكسر مكررا يعني. نعم، صح من الأحاديث. لا مش سامع. الإمام أحمد يقول هذا، يعني صح من الأحاديث 700,000 وكسر. فاحنا ايه لسه قايلين ان احنا لو تتبعنا كل ما في الصحاح والمسانيد والجوامع لما بلغت 100,000. يبقى ايه المقصود بهذا؟ هو المكرر، والمقصود هو الإسناد. وقال الإمام ايه أحمد: جمعت في المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من 700,000 و50,000. قلنا قبل كده الأحاديث المسند كم حديث؟ الذي هو أكبر يعني موسوعة للأحاديث بين أيدينا 28,293 أحاديث المسند. مسند الإمام أحمد 28,293. يبقى هو جمع 28,000 دول و293 من كام؟ من 700,000 حديث و50. والدليل كمان أنك بتجد في هذه الإيه في مسند الإمام أحمد في 28,000 دول بتجد أحاديث مكررة. هو الحديث واحد ولكن ورد بأسانيد مختلفة. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام مين؟ ابن حجر. نعم. ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك، بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه. يبقى معنى كلام الحافظ ده ايه؟ انه محدش جاء يعني جمعها ولا حصر. يبقى المراد بكلام، يبقى اللفظة الصحيحة في كلام ابن الجوزي ان جماعة بالغوا في تتبعها وحصرها لا وحصروها، لان لو حصروها يبقى خلاص انتهت، هم حصروها وانتهوا من ايه من حصرها. لا هو بيقول بالغوا في تتبعها وحصرها. فالحافظ بيقول إن كان مسألة استيعاب الأحاديث وحصرها مسألة سهلة لو أراد الله عز وجل ذلك. طب إزاي؟ قال بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، يعني اللي ذكرها الأول. يعني ايه؟ يعني انا مثلا احفظ 1,000 حديث، رحت جايبهم وكاتبهم في كتاب، فجيه واحد اخر ف
فبص في الايه المجلد ده لقى فيه 1000 حديث، قال ده انا احفظ 500 كمان غير اللي موجودين في الـ1000، يروح ضايفهم على الـ1000، بقوا 1500. يجي واحد تالت فيلاقي 1500، يقول لا ده انا احفظ كمان 500 غير دول، يروح ضايفهم يبقوا بقوا 2000 وهكذا. فبيقول ايه الحافظ، بيقول هي دي الطريقة، وهي طريقة سهلة لو يسر الله ذلك ولو أراد الله ذلك، ولكن إيه لم يحدث، هذا لم يحدث. فيكون كالدليل عليه، إيه كالذيل، صح كده، أنا عندي كالدليل. فيكون كالذيل عليه، يعني تتم له. وكذا من بعده، فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت وصارت كالمصنف الواحد. ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن، الحافظ كان بيتمنى أن هذا يحدث، ولكنه للأسف لم يحدث. قلت، اللي بيقول بقى مين؟ لا الحافظ السيوطي، حافظ السيوطي. قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك، يعني المتأخرين حاولوا ان هم يعملوا شيء قريب من هذا. عملوا ايه بقى؟ فجمع بعض المحدثين، بعض المحدثين يقصد بهم مين؟ الحافظ البوصيري والحافظ نور الدين الهيثمي، الاثنين دول، حافظ البوصيري والحافظ نور الدين الهيثمي. فجمع بعض المحدثين عمن كان في عصر شيخ الإسلام، يعني ايه اللي هو ابن حجر يعني، فابن حجر مش هيقول على نفسه شيخ الإسلام، واخد بالك؟ لكن حفيظ المصيري دي يعني إمام المصيري مدايح النبي؟ لا غيره، واحد غيره، نور الدين الهيثمي هو يعني ابن حجر الهيثمي؟ لا لا لا، نور الدين الهيثمي اللي هو صاحب مجمع الزوائد، ليس ابن حجر الهيثمي. لا، فجمع بعض المحدثين عمن كان في عصر شيخ الإسلام زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة. يعني إيه زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة؟ طيب يعني إيه زوائد، يعني إيه زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة؟ حد عارف؟ الخمسة، نعم. يبقى ايه زوائد ابن ماجة على الخمسة، يعني الاحاديث التي تفرد بها ابن ماجة عن الكتب الايه الخمسة، اي موجودة في سنن ابن ماجة وليست موجودة في الكتب الايه الخمسة. وجمع الحافظ ابو الحسن الهيثمي، طبعا الزوائد ابن ماجه ده اسمه مصباح الزجاجة، كتاب البوصيري اسمه ايه مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه، وطبع هذا في 4 مجلدات، مطبوع في 4 مجلدات.
وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي اللي هو نور الدين الهيثمي يعني زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة. يعني الإمام أحمد أتى بالكتب الستة، الإمام نور الدين الهيثمي أتى بالكتب الستة وجاء بمسند أحمد، وجاء أو جمع الأحاديث التي تفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الست، أي التي هي موجودة في المسند ولم توجد في الكتب الست، في مجلدين. اسمه إيه بقى الكتاب ده؟ اسمه غاية المقصد في زوائد المسند، وطبع في 4 مجلدات. وزوائد مسند البزار في مجلد ضخم، يعني برضو زوائد البزار على الكتب الست. وزوائد معجم الطبراني الكبير في 3 مجلدات يعني. وزوائد المعجمين الأوسط والصغير في 2 مجلدات. وزوائد أبي يعلى، مسند أبي يعلى يعني، في 1 مجلد. ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد اللي هو اسمه إيه بقى؟ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وهذا طبع في 10 مجلدات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هذا مطبوع في 10 مجلدات، وتبلغ أحاديثه 18,000 حديث وحوالي 700 حديث، 770 نحو من هذا يعني. يبقى الحافظ الهيثمي جمع كل هذه الزوائد التي صنفها في كتاب واحد وسماه مجمع الزوائد، وتكلم على الأحاديث يعني تصحيحا وتضعيفا، يأتي بالحديث ويعلق عليه ويقول مثلا رواته موثقون أو فيه فلان وفيه مثلا مقال وهكذا. ويوجد فيها أي في مجمع الزوائد صحيح كثير. وجمع زوائد الحلية، مين بقى اللي جمع؟ الهيثمي، حافظ نور الدين الهيثمي جمع زوائد الحلية لأبي نعيم، حلية الأولياء يعني، لأبي نعيم في مجلد ضخم. وزوائد فوائد تمام وغير ذلك. وجمع شيخ الإسلام، طبعا قبل ما ننتقل إلى هذا، برضو الهيثمي له زوائد على صحيح ابن حبان سماه مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، وهذا طبع في 8 مجلدات. وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد إسحاق بن راهوي وابن أبي عمر ومسدد بن مسرهد وابن أبي شيبة والحميدي وعبد بن حميد وأحمد بن منيع والطيالسي. يبقى دول كم واحد؟ 8. يسمى المطالب العالية في زوائد المسانيد 8. حافظ هنا بيقول في مجلد السيوط، بيقول في مجلدين، طبعا مجلدين مخطوط، وطبع في 19 مجلد، 19 مجلدة اللي هي المطالب العالية.
وزوائد مسند الفردوس في مجلد. جه برضو البصيري اللي هو عمل مصباح الزجاجة ده، عمل زوائد المسانيد العشر. ابن حجر عمل كام؟ 8. فجه البصيري عمل ايه؟ خلاهم 10. العشرة دول مين؟ 8 بتوع ابن حجر، وزاد عليهم الحارث، مسند الحارث ابن ابي اسامة، ومسند ابي يعلى الموصلي، فاصبحوا ايه؟ 10. وسمى ايه؟ اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشر. 8 بتوع ابن حجر دول اللي ذكرهم، والحارث ابن ابي اسامة، ومسند ابي يعلى الموصلي، بقي كده ايه؟ 10. وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي زوائد سنن الدارقطني في مجلد. وجمعت، مين اللي بيقول؟ سيوطي، زوائد شعب الإيمان للبيهقي في مجلد. وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا، وفيها الزوائد بكثرة، فبلوغها العدد السابق لا يبعد، والله أعلم. طبعا في بعض العلماء حاولوا يجمعوا أو يستوعبوا الأحاديث، منهم الحافظ السيوطي نفسه، عمل إيه؟ الجامع الكبير. الجامع الكبير، وجمع فيه الأحاديث ورتبها أو رتب أطرافها على حروف المعجم، يبتدئ بالأحاديث التي تبدأ بحرف الألف ثم الباء وهكذا. وكذلك إيه؟ حاول تقي الدين النبهاني والحافظ المناوي، وقامت دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف الكويتية بطباعة هذه الموسوعة التي تحتوي على موسوعة الجامع الكبير للحافظ السيوطي، وكتاب الإمام النبهاني، وكتاب الإمام المناوي، وطبعتهم في ما يقرب من 20 مجلد، اسمها موسوعة الأحاديث. وجي برضو واحد اللي هو ايه؟ المتقي الهندي، جاء بحديث الجامع الكبير للسيوطي وبوبها على الأبواب الفقهية، وسماه كنز العمال. وأيضا جاء الحافظ ابن كثير وصنف كتاب الجامع، جامع المسانيد، جامع المسانيد والسنن، وجمع فيه أحاديث الكتب الستة وسنن الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي والطبراني الكبير، يبقى إيه؟ في إيه؟ 10. بس هو هنا لا يذكر الزوائد، بل ذكر أحاديث هذه الكتب كما هي، يعني جمع أحاديث الكتب الستة والمسند الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى، كل دول وجمعهم في كتاب سماه جامع المسانيد والسنن، وهو مخطوط لم يطبع إلى الآن. تنبيهات: أحدها، ذكر الحاكم في المدخل أن الصحيح 10 أقسام، وسيأتي نقلها عنه، وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى، واختيار الشيخين أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية،
وله راويان ثقتان إلى آخر كلامه الآتي عنه. طبعا احنا قلنا هذا الكلام من قبل، ان الكلام اللي قاله الإمام الحاكم ان اختيار الشيخين ان يروي الحديث الصحابي المشهور بالرواية وله راويان ثقتان، هذا ليس في داخل الصحيح، بل المراد وله راويان ثقتان يعني يروي عنه اثنين حتى ولو خارج الصحيح، لأن هذا الشرط احنا لو فهمنا انه له راويان ثقتان يعني عن الصحابي في الصحيح نفسه هنلاقي في احاديث كثيرة جدا في الصحيح لا يتوفر فيها هذا الشرط، ان يكون كل صحابي يروي عنه اثنين من التابعين الحديث. وأول مثال اللي هو حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، لا توجد فيه هذه الشريطة. فالمقصود بله راويان ثقتان أي إيه في المطلق، أن إيه يروي عنه اثنان. اعتراضهم ليس بصحيح، لأنه يعني يبعد جدا أن يفهم الحاكم هذا الفهم، خاصة وأن له اعتناء بالصحيحين لأنه عمل مستدرك عليهم. فواحد له اعتناء بالصحيحين مش معقولة يعني ده أول حديث اللي هو الأعمال بالنيات ما فيش الشرط ده، فيبقى استحالة أن يقصد الحاكم هذا الفهم، بل الراجح أنه يقصد أن يكون له راويان في المطلق يروي عنه اثنان مطلقا سواء في الصحيح أو غير الصحيح. نعم هو الحافظ ايه يعني فهم ايضا هذا الفهم، فهم هذا الفهم، لكن لان هو مطلق الكلام يفهم منه هذا، مطلق الكلام كده يفهم منه ان لازم في الصحيحين الصحابي يروي عنه اثنين، هو الكلام يتفهم هكذا. ولكن ايه يعني احنا نحاول ان نجد العذرة أو الإيه نجمع بين الإيه بين الأقوال، أو نأتي بعذر للإمام الحاكم ونفهم مراده على الوجه الصحيح الذي يناسب إيه الواقع. فالواقع إن ده مش حاصل، ومش حاصل في كثير من الأحاديث، يبقى كيف يقول الإمام الحاكم هذا وهو له اعتناء مزيد اعتناء بالصحيحين؟ ثم قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث، انتهى. وحينئذ يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم فكأنه أراد لم يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة الأولى. يعني الحافظ أو السيوطي عاوز يقول إن كلام اللي هو ابن الأخرم أبو عبد الله ابن الأخرم في الصفحة الماضية ولم يفتهما إلا القليل، أي لم يفتهما من أصح الصحيح إلا القليل. نعم، وبهذا الشرط إلا القليل، والأمر كذلك. أو يعني إيه حافظ السيوطي بيقر هذا، بيقول والأمر كذلك، يعني هو كما قال. الثاني: لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه في الأصول،
لأن الإمام النووي بيقول إيه الأصول الخمسة أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، يبقى هو كده إيه ما أدخلش إيه سنن إيه الترمذي والنسائي ولم يدخل ابن ماجه. وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعلوا الأصول ستة بإدخاله فيها. إيه؟ لأ ستة، ستة، لأ ستة، جعل الأصول ستة اللي هم الكتب الستة، الكتب الستة. فالسيوطي بيقول إن اشتهر في عصر المصنف اللي هو الإمام النووي وبعده جعل الأصول ستة بإدخال ابن ماجه فيها. قيل وأول من ضمه إليها، أي أول من ضم سنن ابن ماجه إلى الكتب الستة، ابن طاهر، حافظ ابن طاهر المقدسي. وبعد كده جه الحافظ عبد الغني المقدسي برضه في الإكمال في أسماء الرجال، كتاب الإكمال في أسماء الرجال الكتب الستة يعني، وجعل أيضا ابن ماجه من الأصول الستة. يبقى ابن طاهر الأول وبعدين الحافظ إيه عبد الغني المقدسي. طبعا في بعض العلماء قديما كان يجعل الكتب الستة الصحيحين والسنن أبو داود والترمذي والنسائي، ويضع بدل ابن ماجه موطأ الإمام مالك. بعض العلماء صنع هذا، كان يسميها الكتب الستة أيضا. فما تستغربش لما واحد يجي يقول لك الكتب الستة ويذكر فيها الموطأ تقولش ده خطأ ده نسي. لا، بعض العلماء كان بيعمل كده فعلا. فتابعه أصحاب الأطراف والرجال والناس، أي بإدخال ابن ماجه ضمن الكتب الستة. وقال المزي اللي هو صاحب تحفة الأشراف، كل من فرد به، أي ابن ماجه يعني، عن الخمسة فهو ضعيف. رأي الحافظ المزي إن كل حديث موجود في ابن ماجه ولم يوجد في الكتب باقي الكتب الخمسة فهو ضعيف. قال الحسيني يعني من الأحاديث. وتعقبه شيخ الإسلام اللي هو ابن حجر بأنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة. قال فالأولى حمله على الرجال، أي أن يحمل الضعف على رجال ابن ماجه. يعني ربما يكون الحديث مروي وفيه رجال ضعفاء، ولكن الحديث في ذاته صحيح، صحيح بالطرق والمتابعات والشواهد. فالحافظ بيقول فالأولى حمله على الرجال، يعني يقول ده رجاله هم ضعفاء. يعني ضعف الرجال يؤدي إلى ضعف الحديث؟ لا، احنا ما بنقول اهو ربما يكون الحديث فيه رجال ضعفاء ويكون صحيح. السند هو اللي ضعيف لكن الحديث صحيح. ليه؟ لأنه له طرق وشواهد ومتابعات كثيرة. كثرة الطرق يقوي بعضها بعضا. نعم. طيب، يبقى كلام الحافظ المزي إن كل من فرد به عن الخمسة فهو ضعيف، ممكن الكلام ده يصح بإيه؟ عن طريق السند. يعني كل من فرد به سندا فهو ضعيف، لكن المتن صحيح، واخد بالك؟ واضحة النقطة دي؟ إن
مش واضح. ابن ماجه أورد حديث في السنن، وهذا الحديث من زوائده على الكتب الايه الست او الخمس. فنيجي نبص للسند نلاقيه ضعيف. السند يبقى ايه؟ يحمل كلام المزي على ايه؟ على ضعف السند، ان كل من فرد به ابن ماجه عن الكتب الستة او عن الخمسة فهو ضعيف سندا. وكلام ابن حجر نحمله على ايه؟ انه صحيح بالمتابعات والشواهد. يعني نحاول نبسطها اكثر، هنقول مثلا ابن ماجه انفرد بمئة حديث عن الكتب الخمسة، مئة حديث موجودة في سنن ابن ماجه وليست موجودة في الكتب الخمسة. هنلاقي ايه اسناد هذه الاحاديث المئة؟ حوالي 90 أو 95 منها ضعيف. لكن نلاقي ان مثلا حوالي 50 منها صحيح لغيره، صحيح بكثرة الطرق والمتابعات. يبقى كلام المزي يحمل على الإسناد، وكلام ابن حجر يحمل على الحديث نفسه وليس السند، أنه يصح بطرقه وإيه ومتابعاته. واضحة النقطة دي؟ ضعف الرجال يؤدي إلى ضعف السند، ولا يشترط أن يؤدي إلى ضعف الحديث. رجال ضعفاء في سند، أو رجل ضعيف في سند، يبقى السند ضعيف. لكن هل معنى السند الضعيف ده أن الحديث يكون ضعيف؟ لا. ليه؟ لأن ليه طرق ومتابعات أخرى مثلا نصححه لغيره، لكن السند نفسه ضعيف. واضح؟ لا، جلها ليس كلها. ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى، الثالث سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة، هي الصغرى دون الكبرى. احنا عارفين طبعا أن النسائي له السنن الكبرى والصغرى، وربما توجد أحاديث في الصغرى وليست في الكبرى، ولكنها أحاديث قليلة. فالسيوطي عايز يقول إيه؟ إن المقصود لما نيجي نقول الكتب الستة أو الكتب الخمسة طبعا بيبقى منها النسائي. المقصود بالنسائي إيه بقى؟ الكبرى ولا الصغرى؟ الصغرى. صرح بذلك التاج ابن السبكي، قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال. يعني لما يجي الايه أصحاب الزوائد والأطراف يخرجوا الأحاديث، أحاديث الكتب الستة، فبيخرجوا أحاديث ايه السنن ابن ايه النساء الصغرى وليست الكبرى، وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى. يعني ما تيجي في تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي تلاقيه إيه؟ بيذكر أحاديث سنن النساء الكبرى بجانب الصغرى، وبيبين كده يقول إيه؟ وهذا في النسائي في الكبرى.
لمن ايه يعني طالع هذا الكتاب، وهو كتاب مهم جدا جدا، بيجمع لك اسانيد الاحاديث الكتب الستة في مكان واحد، يجيب لك الحديث ويقول لك ايه اخرجه فلان بسند كذا وفلان بسند كذا، فبيجمع احاديث الكتب الستة باسنادها في مكان ايه واحد. وصرح ابن الملقن بأنها اللي هي ايه بقى؟ سنن النسائي، يعني بأنها الكبرى، أي المراد بها الكبرى. لما يقولوا الكتب الستة يبقى المراد بها ايه؟ اللي من ضمنها سنن النسائي، يبقى المراد بها سنن النسائي الكبرى. ده ابن الملقن قال كده، هو فيه نظر، يعني هذا الكلام يعني ايه مش مظبوط، إن أكثر العلماء على اعتبار السنن الصغرى وليست الكبرى عندما إيه يخرجون عليها ويعملون عليها الزوائد والأطراف ونحو ذلك. الحافظ السيوطي يقول: ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة، فقال له: كل ما فيها صحيح؟ فقال: لا. فقال: ميز لي الصحيح من غيره. فصنف له الصغرى. يبقى ايه؟ فصنف له الصغرى. يعني كلمة الرملة دي يعني اسم لبلد. بلد فلسطين. في فلسطين. فصنف له الصغرى. ما قالش بقى ايه؟ فاختصر له الكبرى. لا، قال فصنف له الصغرى، كأنه صنفه من جديد. ولذلك أنا قلت إيه، ربما تجد أحاديث في الصغرى وليست في الكبرى، فما تفتكرش إن الصغرى دي اختصار للكبرى، لا، ده تصنيف جديد. لا، العكس، الصغرى يعني ايه الاحاديث الصحيحة التي فيها اكثر من الكبرى. يعني بالنسبة للاحاديث الضعيفة، يعني الكبرى فيها احاديث ضعيفة كتير، لكن الصغرى ايه الاحاديث الضعيفة التي فيها قليلة الى حد ما. حتى إن بعض العلماء بيقدموا سنن النسائي الصغرى على سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. بعض العلماء بيقدم سنن النسائي على باقي السنن الثلاثة. وجملة ما في صحيح البخاري، قال المصنف في شرحه: من الأحاديث المسندة 7000 حديث، و275 حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة 4000. قال العراقي: هذا مسلم في رواية الفرابري. فرابري اللي هو راوي صحيح البخاري عن البخاري، سمعه فرابري، سمع البخاري كاملا من الإمام البخاري. وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفرابري 200 حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونهما 300. ليه؟ لأن الفرابري سمعه كامل. إبراهيم بن معقل وحماد بن شاكر سمعوا البخاري ايه منقوصا، لم يسمعوه كاملا من الامام البخاري. قال شيخ الاسلام: وهذا قالوه تقليدا. هذا اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ايه ما عده المصنف والعراقي.
اللي هو ايه عدد الاحاديث 7275. فالحافظ بيقول ان ده هذا العد قالوه اي المصنف والعراقي حافظ الامام النووي والحافظ العراقي قالوه تقليدا للحموي، فانه كتب البخاري عنه. يبقى الحموي ده كتب البخاري مين عن مين عنه اللي هو مين؟ الفرابري. كتب البخاري عنه، يعني كتب البخاري عن الفرابري، وعد كل باب منه ثم جمع الجملة، يعني أتى إلى كل باب وعد أحاديثه. كتاب الصلاة في كم حديث، وكتاب الزكاة كم حديث، وكتاب الصيام، ثم جمع كل ده فصار ايه 7275. وقلده كل من جاء بعده نظرا الى انه راوي الكتاب وله به العناية التامة. يعني كل اللي جاء بعد الحموي هذا قلده في عدد الايه الاحاديث. طبعا اللي الحافظ ابن حجر يقول انا نفسي لما جيت اشرح البخاري في فتح الباري كنت بقلده برضو، لغاية ما جه لقيته في كتاب السلم. حافظ ابن حجر بيقول كده، لقيته في كتاب السلم قال ايه ان عدد احاديثه 31 حديث. فبيقول لقيت يعني ايه لا كتير، هذا الكتاب كتاب السلم في صحيح البخاري ما تعد احاديثه مش هتلاقيها 31 يعني. بيقول فاستكثرتها بالنسبة الى الباب فعددتها فوجدتها قد نقصت عما قال كثيرا، يعني لقيت اقل من 31 بكتير، فرجعت عن تقليده. أنا الأول كنت بقلده كده وماشي وراه، لما جيت لقيته إيه ألف من كتاب السلم عدد أحاديثه 31 وعدتها لقيتها أقل من كده بكتير، فإيه بطلت أقلده بقى. وأنا لما عديت أحاديث كتاب السلم لقيتها 18 حديث. أنا يعني لما جيت عديت إيه أحاديث السلم في البخاري في كتاب السلم لقيتها 18 ايه 18 حديث، وهو التاني كان بيقول ايه 31. الحافظ معاه حق، فالحافظ بطل يقلده في العدد وابتدى هو بقى يعد بنفسه. فلقاها كام بقى؟ قال ولقد عددتها وحررتها فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات كام بقى؟ ايه مفيش حد عنده 7 خالص؟ 6. لا خلوها 7. خلوها 7 بدل 6. سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثا، وبدون المكررة 2513 حديثا. ايه؟ وثلاثة عشر حديثا. طيب ليه بقى قلنا 7؟ قلنا 7000 لأن هو الحافظ نفسه في الفتح قال كده. حافظ في الفتح قال إن هم 7397 حديث. لكن يعني سيبوا يعني 6 ما في مشكلة صح؟ لا في مشكلة طبعا. كده في مشكلة 1000 حديث. 6000
7,000، يبقى 1,000 حديث بحاله، ما فيش مشكلة في الألف حديث. هو عد الحافظ 7,000. نعم. ما هو بقى بعضهم بيعد المكرر، يعني يأتي على أحاديث مكررة ويعدها، وبعضهم لا يعدها، ولكن فرق برضو مش كتير. يعني 7,397، هنا بيقول إيه، و275، يعني كام؟ أكثر من 100. فبيعدوا بقى ايه، ساعات يعدوا الايه المكررات، وساعات ما يعدوهاش. حتى الحافظ بعد ما ذكر ذلك في الفتح وقال ان هم 7,000 وكذا، قال: ولا ادعي العصمة ولا السلامة من السهو. فبرضه هو ايه الحافظ، يعني ايه، مش محدش يجي يعترض عليه ويقول له لا ده هم مش هذا العدد. فبيقول انا لا ادعي العصمة ولا السلامة من السهو، انا بشر برضو في النهاية. وفيه من التعاليق 1,341، واكثرها مخرج في اصول متونه، يعني حتى الايه المعلقات والموقوفات هتلاقيه ذاكرها في مكان آخر موصولة. والذي لم يخرجه 160، يعني الذي لم يذكر له سندا متصلا 160، ولكن ايه هتلاقيها موجودة عند غيره، هتلاقيها موجودة عند غيره. زي ايه مثلا؟ حديث عمار بن ياسر: من صام عند البخاري، البخاري بيقول ايه حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك اللي هو ايه آخر يوم في شعبان، شاكين هل هو من رمضان ولا من شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث هذا فإيه؟ إيه ما تصوموش، ما تصومش هذا اليوم. فهذا البخاري ورد أورده أو ذكره معلقًا، ولا تجده في أي مكان آخر في صحيح البخاري موصولًا، ولكنه موصول عند الخمسة. فحتى المعلقات او الموقوفات اللي مش موجوده موصوله عند البخاري هتلاقيها موصوله في الايه في الكتب الاخرى. وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 384، هكذا وقع في شرح البخاري في الفتح يعني. ونقل عنه ما يخالف هذا يسيرا، قال: وهذا خارج عن الموقوفات والمقاطع. والله تعالى أعلى وأعلم.